بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاث فنانين أثاروا جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، لن أتناول الأمر كما هو معهود عني بالنقد الشديد، لكني سأتناوله من الجانب الإنساني البحت. سأبدأ بما قاله سيدنا وحبيبنا نبينا نبي الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم، الذي دافع عن المرأة الغامدية حين سبها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، حين نفذ بها رسول الله الرجم لكبيرة الزنا. هذه المرأة التي نعرف جميعا حكايتها، امرأة زنت وحملت بولد، دخلت هذه المرأة الزانية التائبة إلى المسجد، مسجد الرسول، وهو جالس مع كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كاد يتقطر دما، ثم حول وجهه إلى الميمنة وسكت كأنه لم يسمع شيئا. فقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترجع المرأة عن كلامها، ولكنها امرأة حرة مؤمنة رسخ الإيمان في قلبها حتى جرى في كل ذرة من ذرات جسمها، فقالت: أراك يا رسول الله تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني حبلى من الزنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أنها حبلى من الزنا: اذهبي حتى تضعيه. فوضعته، وفي أول يوم أتت به وقد لفته في خرقة، وقالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طفلها وقلبه يتفطر عليه ألما وحزنا. من يرضع الطفل إذا أقمنا عليها الحد؟ من يقوم بشؤونه؟ فقال لها: ارجعي وارضعيه، فإذا فطمتيه فعودي إلي. فذهبت إلى بيت أهلها فأرضعت طفلها حتى فطمته، وما يزداد الإيمان في قلبها إلا رسوخا، وتأتي به في يده خبزا يأكلها. فقالت: يا رسول الله لقد فطمته فطهرني. فأخذ صلى الله عليه وسلم طفلها وقال: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين؟ ويؤمر بها فتدفن حتى صدرها ثم ترجم، رضي الله عنه أرضاها أمر بذلك. ثم صلى عليها، فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ أبدأ حكاية الثلاث فنانين هذه بقصة المرأة الغامدية، لعلنا نفيق ونسارع بالتوبة. أحمد فاروق الفيشاوي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي، والوشم يغرق ويغرق جسده كله، وصاحب الصوت الندي أدهم النابلسي ثبته الله يتهم في عرضه وشرفه، والممثل صبري عبد المنعم الذي بلغ من العمر 80 عام إلا سنتين يتم النصب عليه قبل رحيله عن الدنيا، ويأخذ منه كل ما يملك النصاب وهو ليس بالكثير. تعالوا نفتح قلوبنا بالرحمة ساعة، وقبل ما نبدأ فتح ثلاث ملفات خطيرة مهمة، أذكركم إن وجدتم أن هذه القناة مفيدة لكم فتفضلوا بالاشتراك بها، واعملوا إعجاب حفاظا على استمرار عرض الفيديو، وشاركوا هذا الفيديو للأصدقاء إن كان مفيدا لهم. أحمد الفيشاوي ظهر وهو يؤدي مناسك العمرة، وإليكم ما حدث ولكم الحكم، هل نحكم على الرجل بالفناء ودخول جهنم، أم أن الله غفور رحيم؟ وهل تاب حقا أحمد الفيشاوي؟ وهل لنا أن نفتش في نفوس الناس ونسأل هذا السؤال؟ وهل نملك سكوك الجنة والنار؟ بل هل تقبل منه العمرة وهو بهذه الهيئة والوشوم؟ الوشوم التي شوهت جسده الذي خلقه الله في أحسن تصوير، فجعله أحمد الفيشاوي بجهله في أسوأ تصوير. ما هو حكم الشرع في هذه الوشوم؟ وما هو حكم الفقه في عمرة أحمد فاروق الفيشاوي؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. مسكين يا أحمد، مسكين يا ابني، ضايع يا ابني وبتدور على الطريق، اللهم ارزقه الهداية الكاملة وارزقنا وإياه، واغنه بفضلك عمن سواك وارزقنا وإياه، انقذ اللهم روحه وجسده من النار، وأخرجه من هذا الوسط الفاسد المفسد سالما غانما. ربي إنك على كل شيء قدير. أحمد في هذا الفيديو يطوف حول الكعبة مؤديا العمرة عن والده فاروق الفيشاوي. نسأل الله له الرحمة ولكل مسلم قد تاب. ماذا ينفعنا إذا ما دخل الناس جميعا النار؟ ماذا نستفيد؟ صوت أحمد وقراءته للفاتحة يشي بأنه علمه وفقهه محدود للغاية، فالرجل لا يملك حتى قراءة الفاتحة بشكل صحيح، وللأسف هذا حال ملايين الملايين من المسلمين وأنا منهم. نحن لا نحسن أحكام تلاوة القرآن، بل لا نحسن قراءة الفاتحة، ليس عن عجز في التعليم أو التعلم، ولكن عن استخفاف بقيمة أن نتعلم ديننا حقا. والله أعلى وأعلم بحالنا. هذا أول ملمح من الفيديو الفاتحة. ثم الوشم المقزز الذي وضعه أحمد في فترة جاهليته، وكل منا له فترة جاهلية إلى أن يتوب، وأنا أول التائبين بإذن الله، والحمد لله أن سترنا في الدنيا، والله نسأل أن نستر في الآخرة. حكم الشرع في وشم الجسد المسلم إيه؟ قمت أبا صلي وهذا، بس في كثيرين قالوا لي لا، وأن الصلاة ما تجوز عليك ولا حتى الصيام ولا شيء. لا يعني لا لا، بالعكس أبو تركي، تتو معصية. الوشم عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، هو معصية لكن ليس كفر بالله العظيم. أنت ما كفرت بالله، حتى لو قلت مثلا مش أنت إن شاء الله، واحد ثاني قال رحت وتعاطيت مخدرات من شدة الغضب، ذهبت وقتلت فرضا، هذه كلها ذنوب كبار، والقتل بلا شك من أكبر الكبائر، لكن لا يكفر بالله العظيم بهذا الفعل. الحمد لله أن جعل باب التوبة واسعا والعودة في أي لحظة مقبول، وأن باب التوبة ليس في يد عبد ولكن في يد الله. الحمد لله الذي يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن يشرك به. الوشم معصية كبيرة، هذا هو حكم الشرع، لكنه ليس كفرا بالله ولا خروجا من الملة. أما حكم من يذهب للعمرة وقد وشم جسده كما فعل أحمد الفيشاوي، فيرد على هذا السؤال الذي انتشر في وسائل التواصل انتشارا كبيرا. أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين المفتي بدار الإفتاء المصرية على سؤال نصه: هل الحج أو العمرة بالوشم للرجال حلال؟ فقال الشيخ عويضة: موضة خيبة وشكلها وحش وتقليد أعمى، جبنا الثقافة دي منين؟ طيب المرأة ممكن تعمل بعض الحناء لزوجها أو بعض الأمور تحت الجلد والتي لا تخرج دما، ماشي بتعمله لزوجها وبيتعمل بطريقة معينة، أما أن الرجل والشباب يعملوها فهذه موضة خيبة، ولكن ملهوش علاقة لو هو وشم وأدى الفريضة، فريضة العمرة أو حج بيت الله، فإن الله عفو كريم، يعفو الله تعالى عنك يا أحمد. هذا الوشم وأداء الفريضة صحيح. ثم نصح الشيخ عويضة أمين الرجال والشباب قائلا: إن كانت هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن فافعل ذلك واستغفر الله. يبقى أيها الشباب والرجال، الوشم حرام، التوبة منه واجبة، أما عمرة أحمد الفيشاوي لوالده فاروق فبإذن الله مقبولة، ولكن الأهم من العمرة هو التوبة يا أحمد. والحمد لله أن أحمد ظهر في رمضان قارئا للقرآن مصليا، أي أن الشاب رفض ما كان يقوم به وهو كثير وكبير. وتعالوا نذكر أنفسنا جميعا بهذه الآية الرحيمة الجميلة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. هل هناك أجمل من التوبة؟ من التائب، من العائد، من الأواب؟ توب إلى الله. أنا بتوب خلاص، أبى أتغير، بس بقي لي مشكلة، البلاوي اللي سويتها، المعاصي اللي عصيتها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
غفورا رحيما. كيف وماذا نقول لمن قالوا بأن أحمد الفيشاوي لن تقبل عمرته ولن تقبل توبته وأنه قد ضاع وأضاع نفسه بما فعل بجسده؟ كيف تقبل توبته؟ هكذا سؤالهم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شيخ يا شيخ أنا جالس معك ما صليت العشاء. ويعفو عن السيئات. جالس معك على جنابة. ويعفو عن السيئات. لكس الحشيش في جيبك. ويعفو عن السيئات. زنا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويعفو عن السيئات. حشيش ويعفو عن السيئات. خمور ويعفو عن السيئات. زنا ويعفو عن السيئات. سرقات ويعفو عن السيئات. كيف ربي تعفو عن كل هذا؟ وأين تذهب هذه السيئات والكبائر إذا ما تبنى؟ ماذا تفعل ربي بكل هذه المعاصي والذنوب؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله ما أرحمك ربي، ما أجملك ربي، ما أحنك على عبادك ربي. إلا من تاب، إلا من تاب، تب إلى الله وآمن، آمن بالله فورا وعمل عملا صالحا. الحق التوبة بالعمل الصالح فورا حتى يحدث لك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما أربح التجارة مع الله. كل السيئات يا رب، نعم كل السيئات يا عبد، والكبائر والمعاصي كلها يا رب تتبدل وتصبح في ميزان العبد العاصي حسنات. نعم يبدل الله سيئاتكم حسنات كلها. ولكن تعالوا لا ننسى ونحن نفرح ونسعد بهذه التوبة أن لا تلعب مع الله فتتوب ساعة وتعصى ساعة. التوبة النصوح لا جزاء لها إلا الجنة. هذا هو الرد على من كتب تعليقا على وشم أو وشوم أحمد الفيشاوي المقززة، أنا أراها هكذا. هذا هو الرد عليهم، لعل الله سبحانه جل شأنه يكون قد تاب عليه كتوبة الغامدية، أو لعله في طريقه إلى التوبة الغامدية كتب حساب ياسور. بيقول الفنان المصري أحمد الفيشاوي يؤدي العمرة ويقرأ الفاتحة ويدعو لوالده فاروق الفيشاوي الحمد لله الذي هداه لهذا، ولكن هذا التاتو الوشم الذي يملأ جسده وكأنه من عبدة الشيطان ألم يحن الوقت ليتخلص منه وهو أمام الكعبة المشرفة وبملابس الإحرام؟ نعم عندك حق على أحمد أن يسارع ويزيل هذه الوشوم حتى لو تألم كما تألم وهو يعصى الله بوضعها وهو يشوه ما خلق الله الخلق الجميل. كتب أيضا كابتن تشيكشيك المستفز أحمد الفيشاوي يؤدي العمرة بالتاتوهات لوالده فاروق الفيشاوي. وبنقول لشيكشيك، لا قبل ما نرد على شكشك وقبل ما نكمل الدفاع عن التائبين من أهل الفن، أذكركم إن وجدتم أن هذه القناة مفيدة لكم فتفضلوا بالاشتراك بها، اعملوا إعجاب حفاظا على استمرار عرض الفيديو، وشاركوا هذا الفيديو للأصدقاء إن كان مفيدا لهم. أما أنت يا سيد شكشك نقول لك إلا من تاب وآمن. يا شكشك تذكر توبة الغامدية. بنقول لفارس المدينة لقد رأينا بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون بعد أن أسلم الذي أصبح اسمه مالك تايسون وهو يعتمر وعلى جسده تاتوه ووشوم، فما رأيك يا سيدي؟
هل نقول له لا تأتي إلى الإسلام وظل كافرا لأنك وضعت وشوم على جسدك وأنت في جاهليتك الأولى، أم نقول له إلا من تاب وآمن؟ أما جهري فقد قال ما يجب أن يقال، ربنا يهديه ويستعمله في هداية الشباب، نعم هذا هو الدعاء آمين. لكن دبور كان إنسان وفرحان لهداية إنسان زيه، كتب ألف مبروك العمرة أحمد الفيشاوي أو أحمد فاروق الفيشاوي، الحمد لله، نعم الحمد لله أن هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن روزانا قالت أو استنكرت أراء مئات المستنكرين والساخطين على هذا الشاب والراغبين في إغلاق باب التوبة في وجهه. قالت روزانا أنا شفت أكاونت إخباري كاتب على الصورة هل تقبل عمرته، وكأنهم هم اللي بيحاسبوا الناس، والراجل أكتر من مرة بيعترف إن ده غلط، بس ما تركش ربنا. الحمد لله يا روزينا أن البشر بهم مثلك، نعم لسنا آلهة، ولم يعطي الله أي بشري وكالة عنه في الأرض، لا يوجد من يقبل أو يرفض توبة العبد إلا الله. تعالوا نتواضع لله ونعرف حجمنا الحقيقي، ولا نغلق أبواب الرحمة أمام من أخطأ وأراد أن يعود. المشكلة الحقيقية التي واجهتني في هذه الموجة أن أحمد ذهب إلى السعودية لعرض فيلم رهبة اللي بيقوم ببطولته، ذهب لعرضه في جدة، بين مكة وجدة 50 كيلو، ثم ذهب مع منتجه لعرضه أيضا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال، هل حقا أصبح بالمدينة المنورة دور سينما عادي جدا كده؟ معقول إلى جوار قبر رسول الله الذي هدم الأصنام تقام دور لخلق أصنام جديدة في صورة سينمات وأفلام؟ معقول؟ ظننت أن أحمد الفيشاوي ذهب لأداء فريضة الحج وأن هذه العمرة يؤديها عن والده بعد أن أدى عمرته، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. فهل هذه الصورة والفيديو وضجة السوشيال والترند ما هي إلا ضمن حملة الترويج للفيلم؟ الله أعلى وأعلم، ولا سوف أحسن الظن بأحمد الفيشاوي، وأقول إن الشاب قلبه يهفو للإيمان حتى وإن كان في قلب المعصية. اسمع الحكاية اللي حصلت بين الشيخ سالم أبو غالي وأحمد الفيشاوي لعلنا نطمئن على الشاب. تصادف وجود الفيشاوي بجانب الشيخ سالم أبو غالي داخل الحرم المكي أثناء العمرة، واستغربوا الناس هل يعرفوا؟ فكشف الشيخ سالم أبو غالي تفاصيل صورته مع الممثل أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قائلا: من 4 أيام تقريبا كنت بعمل عمرة لأخي محمد جمال بدوي رحمه الله رحمة واسعة، ووجدت في الطواف شابا جسده كله موشوم وأنا لا أعرفه، فقلت في نفسي سبحان من أدخل هذا في الإسلام. ثم انتهيت من الطواف وذهبت لأصلي ركعتين بعد الطواف، وبعدها وجدت نفس الشاب بجواري قدرا دون قصد، وقد جاء بعض الشباب ليلتقطوا معه الصور ويقولون يا الفيشاوي. ثم بدأت أتذكره وبعض مواقفه الطيبة كصورته ما من شهر تقريبا وهو يجلس على سجادة الصلاة، وحلقاته مع الشقيري، يقصد برنامج أحمد الشقيري الإعلامي السعودي المعروف، وقد كانت على الرسالة وفور شباب. وعن تفاصيل حديثه مع أحمد الفيشاوي قال سالم أبو غالي: خلال حديثي معه ما وجدت منه إلا إقبالا وتواضعا وبشاشة في وجهه مستجيبا للنصيحة. ثم ذهبنا إلى الصفا والمروة وهو في نفس الفرحة والبهجة التي كانت ملفتة للنظر، ثم استأذنت منه ورحلنا. وأخيرا تمنى الشيخ سالم أبو غالي كل الخير لأحمد الفيشاوي، ونحن أيضا ربنا يصلح حالك يا أحمد ويرزقك توبة صادقة فتكون معول بناء لأمتك لا معول هدم يا ابني. اللهم أمين، هذا ما نتمناه لأولادنا وأبناء المسلمين. سيادة العقيد محمد رفيق، مش كده؟ أنا جاي لك بخصوص الأستاذ رأفت الهجان. مالك يا سيادة العقيد؟ لا يا فندم، هو رفض عمل حاجة؟ حاجات كتير. ما كنت متأكد من كده، وكلها حاجات عظيمة فندم. يبقى أكيد حضرتك غلطان. في إيه؟ في الاسم طبعا. رأفت الهجان
ده الممثل صبري عبد المنعم، مواليد 1945، وكان في مسلسل رأفت الهجان، يعني عمره النهاردة 78 سنة، مصري مسكين على قد حاله رغم شهرته، فهو ليس من الصف الأول للفنانين المتزحلقين، ليس بطل شباك ولا بيضرب عشرات في الخناقات الأونطة الفيشنج اللي تتعمل في الاستوديوهات الخشب المتزوق، الاستوديوهات الكذابة كمحمد رمضان أو عادل إمام، وبالتالي لا يقبض مئات الملايين من الجنيهات في العمل ولا يقبض بالدولارات كما يقبض محمد رمضان. أصبح صبري عبد المنعم ترند في مصر، لكن للأسف بسبب مصيبة كبيرة وقعت على دماغ الرجل الذي بينه وبين 80 من عمره خطوة، والذي يجهز نفسه للرحيل أطال الله عمره، والذي أراد أن يترك لأولاده مبلغ بسيط لعله يكفيهم شر السؤال. صبري عبد المنعم مصري عادي جدا، علمه الديني وفقهه بدينه محدود جدا، لكن واضح انه مسلم بسيط، مصلي وبيته محترم وزوجته محترمة. جاءته الضربة القاسمة في نهاية عمره من واحد صديقه كاتب سيناريو نصاب يعرفه من 12 سنة، بيدخل بيته فيستضيف صبري عبد المنعم. هذا الرجل الذي تخرج سنة 67 من مدرسة الصنايع وحصل على دبلوم صنايع، ولكنه كان يحلم دائما بالتمثيل، والصنايع لا تؤهله لدخول معهد السينما في مصر، لذلك قرر سنة 68 أن يدرس الثانوية العامة كما كان يطلق عليها من منازلهم، ويدرس الثلاث سنوات في سنة واحدة، وبالفعل نجح الطالب صبري عبد المنعم، ثم تقدم لمعهد السينما سنة 68، ثم تخرج من المعهد عام 71، ليس وسيما ولا يقف وراه شلة، ولم ينتمي لجهة سيادية تدعمه كما كان إسماعيل ياسين على سبيل المثال، أو سعاد حسني مثلا، أو عبد الحليم حافظ وغيرهم، فصار في طريق الفن والتمثيل على قد حاله، حاجة بيحبها وأصبحت أكل عيشه، واللي جاي على قد اللي رايح، لكنه وخلال 50 سنة شغل في هذا الوسط المزحلق المليط الممرمط الذي لا منطق به ما بين النجومية واللا نجومية، قدر يحوش مبلغ اشترى به شقة في منطقة المقطم بالجيزة، اعتبرها تحويشة العمر، لكنه أصيب بمشكلة كبيرة في القلب من شهرين أو 3 أشهر، دخل أكتر من عملية وأصيب بقليل من الزهايمر الله يشفيه، فقرر بيع هذه الشقة لعله يترك لأولاده مبلغ بسيط يكفيهم شر السؤال، خصوصا أنه لا يملك مشروع تجاري مثلا أو مبلغ في البنك مثلا، كل ما يملكه هو الدخل البسيط اللي بيجيله من الأدوار البسيطة اللي بيقوم بيها، رغم موهبته على فكرة ورغم تفوقه بهذه الأدوار، لكن أجره منخفض جدا يدوب يكفيه. تحدث مع صديقه السيناريست النصاب وقال له أنا عاوز أبيع الشقة وأسيب فلوسها لأولادي، فقال له عندي المشتري المضمون نصاب. هذا ما أصبح عليه الحال للأسف في بلادنا، أصبحنا لا نعرف نثق في مين، فهل هي علامات الساعة؟ وبعدين أنا من حوالي شهرين كده أو 3 أشهر عملت عملية في القلب جامدة، تركب لي جهاز لتنظيم ضربات القلب، كان عندي شوية مشاكل كده، فالحمد لله العملية تمت بنجاح وخرجت من المستشفى، والحمد لله الفترة دي. وأنا في الفترة دي بقى جالي، كنت أنا بقول له عايز أبيع الشقة عشان أسيب الفلوس للعيال، ده الحاجة الوحيدة اللي عملتها في حياتي الشقة دي. فجي قال لي أنا لقيت لك مشتري شركة سعودية، قلت له ماشي على بركة الله، خد مني العقود كلها وعمل، وجالي بعدها ب3-4 أيام جاب لي عقد ان في شركة اشترت الشقة باسماء ناس سعوديين، ناس محترمين يعني، شركة محترمة. وبعدين جالي في يوم وقال لي هنروح بقى، جاب لي بقى قال لي هيدولك شيك مصرفي مقبول الدفع. شيك مصرفي مقبول الدفع دي صيغة معروفة انها صيغة كويسة قوي، فالواحد لازم يصدقها. ورحنا البنك، البنك قبل الشيك، وبعد ما قبل الشيك قلت لهم الشيك ده، قالوا لي يتحصل بعد 45 يوم ومستني. كل شوية اسأل البنك، لا لسه لا لسه لا لسه لا لسه. فاتت الفترة انا قلقت، قالوا لي الشيك واضح ان في حاجة. الشيك في ايه؟ قالوا لي الشيك في تعبير بنكي كده تقال لي ان الشيك فروت. الشيك فروت يعني ايه؟ وقبل ما نعرف يعني ايه الشيك فروت،
أذكركم إن وجدتم هذه القناة مفيدة لحضراتكم فتفضلوا بالاشتراك بها، اعملوا إعجاب حفاظا على استمرار عرض الفيديو، شاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء إن كان مفيدا لهم. الشيك فروت يعني الشيك صادر عن بنك حقيقي وهو كان بنك السعودية، لكن بياناته مش صحيحة، يعني نصبوا على الراجل الكبير في البيانات، لم يرضعهم أنه صديق النصاب صاحبه، ولم يرضعهم أنه عامل عملية موت، ولم يرضعهم أنه وصل للثمانين من عمره، ولم يرضعهم أنه قال عايز أترك هذا المال لأولادي قبل أن أرحل بعد عملية القلب وشعوره بدنو الأجل. صبري عبد المنعم وقع فعلا على أوراق بيع الشقة اللي تمنها 1,900,000 جنيه، وهو مبلغ الآن في مصر ليس كبير، بسيط برضه لكنه ثروة بالنسبة له. قامت الشركة والمتهمة الأولى صاحبة الشركة نيفين عبد المحسن ببيع الشقة فورا لمحامي، وضاعت فلوس المسكين. تم القبض على نيفين عبد المحسن وهي المتهمة الأولى، وإبراهيم سيد ومحمد موسى ومصطفى محمد وشعبان ناصر ومحمد أحمد وعمرو السباعي وعبد العزيز محمد. تم القبض على 10 نصابين المشاركين في النصب على المسكين، ذكرت أسماءهم تشهيرا بهم وبأمثالهم. وتم القبض على صديق السيناريست النصاب الخاين، وأصبح هذا حال مصر. لابد من وقوف المصري فورا مع نفسه، لابد أن يعرف جراله إيه اللي خلانا ناكل بعض كده. وده موضوع لا له علاقة بقى بالسياسة ولا دولة ولا حاكم ولا أمن دولة ولا الكلام ده كله، ده له علاقة بالإنسان نفسه، بعلاقته بربنا، بدينه وبأخلاقه وبقيمه اللي تنازل عنها بإرادته تحت وطأة المصيبة الاقتصادية اللي بتمر بيها على فكرة كثير من دول العالم. ولا كل من باع نفسه كان فقير، ولا كل من اشترى نفسه كان غني. يترك دينه وينقلب ضد دينه عشان أصبح فقير؟ معقول؟ ما زالت قضية صبري عبد المنعم أمام النيابة العامة المصرية، والشرطة اجتهدت وأسرعت بالقبض على النصابين، ويمكن صبري حظه أفضل من آلاف غيره بيتنصب عليهم لأنه في الآخر فنان ومشهور وتم الاهتمام بموضوعه، وهذا أمر يسعدنا تماما، جزاهم الله خيرا من عمن اهتموا وتحركوا، ويا رب ترجع للراجل فلوسه. أما الخلوق صاحب الدين ولا نزكيه على الله، أدهم النابلسي الذي ترك الدنيا من أجل الآخرة، الذي أحبه من أعماق أعماق نفسي وقلبي، فقد تعرض الأيام القليلة الماضية لمصيبة ثقيلة تصيب الناس من الفاسدين الفسقة، اتهام في العرض والشرف بعد أن هداه الله، الشيطان بيشتغل. اسمحوا لي أعرض هذه التي اتهمته بالاعتداء عليها وأنها حامل منه، سأضعها أمامكم حتى تعرفوا كيف يعمل الشيطان وكيف يستخدم من تركوا الله ويعبدون الشيطان، لتدمير من تركوا الشيطان ليعبدوا الله الواحد الأحد. شوفوا منظر هذه المرأة، لكني سأضع بلور على صدرها العاري تماما حتى تعرفوا من قسمات وجهها من هي. لأنه ما في مرة ما بتعرف على شهر ما بيكون براسه غير بده يخطص ابني أو يتحركش فيني، ليش ما بعرف. تفتكروا ليش ما بتتعرف على شاب إلا بده يغتصبها أو يتحركش فيها؟ هي ما بتعرف ممكن حدا يعرفها. أنا بقولك يا إنجي الخوري، يا سورية لبنانية يلي تعري أي سوري شريف وأي لبناني أشرف، ما أكثر شرفاء سوريا ولبنان نساء ورجال، حفظ الله سوريا ولبنان وأهلهم. هم بدهم يغتصبوك لأنك بدك تغتصب يا إنجي. عرفتي ليش؟ لأنك يا إنجي ما لقيتي في بيتكم رجل يقول لك هذا صح وهذا خطأ، هذا حلال وهذا حرام. عرفتي ليش يا إنجي خوري يلي كل فيديوهاتك رذيلة وفحش وعرض لأعضائك الظاهرة والخفية؟ عرفتي ليش يا خوري؟ وجدت لها عنوان هذه الخوري، فيديو بتقول فيه هيدا ملكي،
وهي تهز صدرها وتقول هيدا ملكي، وتؤشر بيدها على عضوها التناسلي. شفتوا وقاحة أكتر من كده؟ ما خاصكم إذا ببينوا ولا ما ببينوا؟ ما خاصكم؟ طبعا يا خوري، حقك كل امرأة تمارس الدعارة وتعرض أعضائها التناسلية لكي تقبض لمن يدفع أو تقبض من من يدفع، بتقول مثل ما بتقولي، ما خاصكم، لأنك يا خوري فقدت الأخلاق والخشى من الله والخجل، وأصبحت شخص انتهكت طبيعته البشرية المحترمة. لكن اللي مو من حقك يا خوري يا شر شوفة انك تتهمي رجل قال ربي الله، تتهمي انك حامل منه بالحرام، هذا ما لا نقبله وليس من حقك ولا خاصك يا شر شوفة، بل يا مهترئة من كثرة الاستعمال وبدون استحمام. مين هي انجي خوري؟ هي من اب سوري وام لبنانية اسمها الحقيقي جوي خليقال. طبعا وماله، ما هي الخنازير والشمبانزي والعقارب برضو من خلق الله. بتعمل ايه في حياتها؟ قال ايه فاشينيست ولا شرشوفة متمرمطة في البلاط، بتحط شوية مكياج وتلبس من غير هدوم وتطلق على نفسها فاشينيست، وهو رزق الهبل على قليل العقل والدين والأخلاق. هذه الشرشوفة نشرت منذ عام فيديو تترجى وتتحايل وتبوس الأرض تحت رجل أدهم الشمال يتجوزها. قالت ما بدك تدخل الجنة؟ إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب ونقاب، دعينك. بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح مفضوح، شر شوفة وتابت يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة. هذا الكلام كان موجه لأدهم، هذا الكلام كان من سنة تمام في مايو 2022. أدهم الله يحفظه ما رد عليها ولا على غيرها وقتها، لأن هذا الرجل أعلن اعتزاله الفني بشكل نهائي يوم 20 ديسمبر 2021، ونشر وقتها مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك، قال فيه هذا الفيديو: لا أقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة لي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف بماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين. ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، هكذا قال الرجل. الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم وأنا اعتزلت الغناء، وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية، وأتمنى أن تشاركوني رحلتي الجديدة. الله يوفقك يا أدهم، الله يثبتك يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. هذا هو أدهم النابلسي الذي ادعت عليه الشر موشة كذبا أنه اغتصبها وأنها حامل منه، وبعد هذا الادعاء الكاذب رد أدهم النابلسي عليها بآية قرآنية. قال النابلسي إنه لا يحب الرد على الشائعات لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، لكن هذه المرة سيكون ردي الأول والأخير، هكذا قال، على هذه الشائعات بأنها ليست صحيحة. واختتم أدهم نابلسي حديثه مستشهدا بآية قرآنية يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. وبعد رد النابلسي لم يعد حساب الشر شوفة الخوري على انستجرام متاحا للمتابعين ولا العري بتاعها، والحمد لله انه اختفى مؤقتا، ويبدو انها قامت بايقافه من ردود افعال الناس عليها او ضدها دفاعا عن الشريف ابن الشريف الطاهر ابن الطاهرة ادهم النابلسي. وكانت الشر شوفة خوري
نشرت صورة عبر حسابها على الانستجرام ببطن منتفخة وصورة الأشعة التلفزيونية التي تؤكد أو تدعي من خلالها حملها، مدعية أن والد جنينها هو الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي الداعية الشريف. ده بعينك. وفي 24 مارس 2022 أتم أدهم النابلسي حفظه الله تماما حفظ القرآن وحصل على إجازة التجويد عن رواية حفص رضي الله عنها. كانت تلك رحلتنا اليوم دفاعا عن التوبة وأصحاب التوبة حتى وإن كانوا من وسط الفن وسنينه. وقبل ما أقول لحضرتك هذا، ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم. أذكركم إن وجدتم أن هذه القناة مفيدة لكم فتفضلوا بالاشتراك بها واعمل إعجاب حفاظا على استمرار عرض هذا الفيديو. شاركوا هذا الفيديو للأصدقاء إن كان مفيدا لهم. و سلام.